كابتن علاء، خسارة نقطتين مش في الحسبان، خصوصا ان انت كنت متقدم بهدف، داخليه بتلعب ب 10 لاعبين، انت اللي في الشوط الثاني راكب الجيم. يعني سير الشوط الثاني بالذات ما يوحيش ابدا انك انت ممكن تخسر نقطتين، خصوصا ان الفرقه اللي قدامك بتلعب ناقصه. انا بحاول بس ادور على كلام هادي شويه. انا في اخر بين الشوطين بقول لك ايمن، الدخول في مباراه دخول سهل جدا، لا مبالاه. في اهم حاجه انت ضايعها من ايدك النهارده، الروح. بس روحك مش موجوده من قبل المباراه، مش دي روح لعيبه النادي الاهلي خالص خالص، مش دي روح لعيبه النادي الاهلي، ولا تركيزهم ولا الشراسه بتاعتهم. يضيع 45 دقيقه مع فريق الداخليه، مع احترام الكامل ليهم، مفيش خطوره. يعني انت اول كلمه قلتها بين الشوطين، ولا الشناوي اختبر ولا عماد السيد اختبر. يعني ماشي الشناوي ما اختبرش، طبيعي ده النادي الاهلي واحسن لعيبه في مصر، لكن عماد السيد ما اختبرش، يبقى انت مقصر. مقصر في شكلك، مقصر في ادائك، مقصر في تمريراتك، مقصر في امتلاكك للكوره، في الشراسه الهجوميه، في ضغطك، في يعني. هو دايما انا بص في مشكله، انا دايما بقلقان والله العظيم، وبكل مره بقول لك الكلمه دي، انا بقلق من المباراه اللي هي انا سايبها لحد الظروف، فانا عارف هكسب هكسب. طب انا ماشي، انا موافق معاك وكسبت بعد المكسب، اديك كسبت 1-0 وفريق بيلعب ناقص لعيب، بس انت محتاج اكتر من كده ايه تاني؟ يعني انت محتاج ليه؟ وانت محتاج ليه جري؟ يعني انت محتاج جري ليه؟ محتاج جري ليه؟ ومحتاج مجازفه ليه؟ ومحتاج كل الكلام ده ليه؟ ولا حاجه خالص. انت كل اللي محتاجه استغل اللعيب الزياده والتمرين من رجل للرجل من رجل للرجل وخلاص. بس واقف والفريق التاني خلاص. يعني شعور لعيبه الداخليه خسران 1 ضد النادي الاهلي وبيلعب 10، فانت هو بيبص في حاجه بقت شبه مستحيله خلاص، بقى انتهى الموضوع، انتهى خلاص. يعني هو مفهومه انه يا ريت يطلع كده بالظبط. يعني كل اللي بيتمناه لعيبه الداخليه وعلاء ان المباراه تطلع 1-0 وخلاص على كده، وقضي ال 10 دقائق دول. لكن حصل العكس، انت بتضيع كور سهله جدا، ان اللعيبه كلها طلعت بتلعب كلهم لقدام، لدرجه ان الكوره بتقطع منك في حوالي 4 5 في كل هجمه مش موجودين معاك، ونص الملعب بقى فاضي على ديانج. علامة استفهام كبيره جدا على حالته النهارده، تمرير كم تمرير مقطوع النهارده بلا مبرر. ما دي كره القدم يا ايمن، كره القدم انك تمرر صح وتستلم صح، غير كده انت بتدي الكره للفريق المنافس مهما كان امكانياته، ما هو بيلاقوا كره سهله. حسيت بعد الهدف ان يعني اللامبالاه زادت اكتر ما هي موجوده. يعني اللعيبه النادي الاهلي النهارده اللي انا متاكد منه نازلين المباراه اللي هو عند الداخليه حاجه في المتناول ان شاء الله هنكسبها، فالاهتمام بالمباراه مش موجود. كره القدم ما فيهاش كده، تحترم كره القدم وتحترمك، مش هتحترمها استقابل بقى، قابل النتائج واستقبل كلام جماهيرك. النهارده محروق دمها اكيد، جماهيرك محروق دمها 1000000%، جماهيرك في روحها في المدرجات اعلى منك 1000000000 مره. ازاي ده؟ الجماهير بتستمد روحها وحماسها لما تلاقي انت بتجري وتروح وتيجي وعايز تكسب وكده، في لعيبه كانت بتلعب حماس الجماهير لعيب لوحده، فما بالك ايمن الشكل ده؟ هدوء، تمرير مقطوع، هدوء هدوء هدوء، والمباراه ماشيه زي ما تيجي، ما احنا هنكسب في اي وقت. كره القدم ما فيهاش كده، كره القدم ما فيهاش هنكسب في اي وقت. دي فكره خاطئه تماما، هتدفع ثمنها غالي، ودفعت ثمنها غالي النهارده. تكسب لما الحكم بيصفر، تكسب لما جبت جول، عندك حلين، يا ضغطه جامده جدا وهدف الثاني ان 1-0 دي نتيجه مش حلوه، يا اما انت لعيب زياده في كره القدم. ده بقى في يعني في الكره الحديثه. لا بس وانت بتتكلم يا كابتن على وجود الجماهير في الملعب، ازاي انا يعني حتى الجماهير بتستمد حته التشجيع والحاله اللي هي فيها من اللعيبه؟ كويس. ده العكس تماما كابتن، ده انا اللعيب كمان لما بشوف الجماهير ديت بطلع كل عندي، بلعب بروح حمود في الملعب، اعمل كل حاجه اللي انا اقدر عليها في ده الملعب. ده طبيعي، طبيعي لو انت نازل فيش سنه استرخاء كده وتشوف الناس مع الجماهير دي. ما انا هقول لك، لو انت نازل في سنه استرخاء والجماهير دي شفتها، ده انت بتخش خلاص باقصى قوه عندك، لكن انت برضو الريتم واحد يا ايمن. الدخول في مباريات مش كلام، ازاي اعدادك للمباراه، ازاي دخولك في مباراه، ازاي تهيئ لعبتك للمباراه. يعني النهارده ازاي اللعيبه لسه بادئه دي النهارده، في لعيبه كتير قوي لسه بادئه النهارده، ما تستغلش الفرصه. انا في لعيبه بدون ذكر اسامي لعبت وخرجت، انا ما حسيتش بيها والله العظيم ما حسيت بيها، فليه ضيع فرصه من دي؟ مباراه
في المتناول سهله. يعني في مباريات كده بتمسك جدول الدوري، لا الداخليه مع الاحترام الكامل ليهم مبروك عليهم التعادل، والنهارده بجد بتلعبوا بروح عاليه جدا جدا جدا، ما قصرتوش، عشان كده ربنا بجد كافئكم بتعادل مع النادي الاهلي وفي وقت صعب جدا. لكن انت فاقد حاجات كتير قوي يا ايمن. كره القدم مش زي زمان. كره القدم ازاي تحضر المباراه وازاي يحمسك وازاي تعرف النهارده ان 3 نقاط يبعدوك خالص على المنافس وتبدا تنفرد بالدوري خالص، حتى ما تعوز حبب تعمل تدوير، تعمل ما عندكش مشكله اعمل تدوير زي ما انت عايز، ما في فرق نقاط مريح، لانك انت عندك مهمه مش سهله في افريقيا. انا ما بتكلمش على المنظر ده في الدوري، قول الحمد لله انت في الدوري الى حد ما عندك فرق نقاط ولسه بدري الدوري طويل جدا. انا بتكلم على الاهم، انت داخل على مباراه صعبه جدا والله، حتى القطن الكاميروني اللي هو اضعف فريق في المجموعه، المباراه صعبه جدا جدا جدا. ده اللي مضايقنا النهارده، مش متضايق على الاثنين نقطتين راحوا، مش مشكله الدوري لسه ان شاء الله ممكن تحسمه، لكن انا بتكلم على انت ازاي بتبقى داخل مباريات زي كده بتضيع وقت كتير قوي حتى بينك ونفسك يا اخي. انت كلاعب مش هقول لك حاجه، مش محتاج حد يحمسني من بره ولا يقول لي النهارده، انت كلاعب فينك، انت فين ذاتك لوحدك؟ ما هو زمان ما كانش فيه ولا اعداد للمباراه ولا اتكلم مع ده خالص، هي المحاضره وبتنزل. انت فين؟ انت فين بالتيشيرت اللي انت لابسه ده؟ يعني انت فين بالتيشيرت الاحمر اللي حضرتك تشرفت ولابسه ليه ده؟ انت فين؟ مفيش بجد، مفيش روح، مفيش نخوه، مفيش دقيقه، مفيش ايه ده، انت لابس تيشيرت النادي الاهلي. ده اي حد في العالم في الدنيا كلها، لو سالت اي حد في مصر كلها او بره مصر انت بتحب، يقول لك يا لو البس بس تيشيرت، لو البس تيشيرت النادي الاهلي. فانت لابس تيشيرت النادي الاهلي وتمثل النادي الاهلي ومديك اسم ومديك كل حاجه وجماهير ميته عندك في مدرجات، وده اداك. لا يبقى الغلط فيك انت، الغلط فيك انت كلاعب. فين انت لعيب؟ انت ذاتك فين؟ انا هخلي الوقت المدير الفني هجنبه على جنب، انت فين؟ انت فين انت بينك وبين نفسك لما تلاقي فرقتك بتعادله؟ ايه ده؟ ده ال 10 لعيبه في ملعب اتعادل وهم 10 لعيبه، ده كان بالظبط الوقت الاضافي والوقت المتبقي ده كان لازم الملعب ده شعله نار، زي ما قدامك كابتن شريف بيتكلم، شعله نار في الملعب لحد ما اجيب الجول الثاني وخلاص، ما ينفعش، ده انا النادي الاهلي. انما روح الداخليه ب 10 لعيبه تبقى اقوى منك؟ لا. طب ما هو ده خلاص، ده تكتك. ما تلومش غير نفسك. صح. ما تلومش غير نفسك. ضيعت النهارده نقطتين. انا موافق مش مشكله عادي. الدوري لسه هنعوق هي، لكن انت داخل على حاجات اهم بكتير، ولو ده شكلك ما ينفعش. ده انت لازم تعمل وقفه كده مع نفسك الاول اللعيبه، واعتقد ان السيد مش هيعدل الشكل ده النهارده على خير ولا الاداره. ممكن تلعب كويس قوي وايمن وتتعادل، واحنا قلنا الكلام ده، بس هطلع كلامي ونبره صوتي هقول يا جماعه مختلف هايلين والنتيجه مش بتاعتنا، طول عمرنا بنتكلم في كده، لكن على الاقل هشيد بيك. انا مش قادر اشيد بحد النهارده. هات لي نجم مباراه النهارده في النادي الاهلي يا ايمن. مفيش حاجه النهارده. فرجاء النهارده درس قاسي جدا بجد، ما يعديش سهل. وكويس لو جه النهارده، ما جاش مثلا في مباراه افريقيا ولا حاجه اتقلبت الموازين كلها، الحمد لله جه النهارده. لان اللعيبه دي لازم تعرف ان هي داخله على مباريات ما فيهاش تهريج، ما فيش حد هيسيبك. النهارده الداخليه بتلعب 10 ومش سايباك. مش سايباك هو يعني هل لعيبه الداخليه ايمن اللي بتصارع على الهبوط خايفه على النقاط، وانت النادي الاهلي بتلعب على القمه وعلى البطوله مش خايف؟ يبقى انت جاي بتضيع وقت، انت جاي النهارده بتحاول 90 دقيقه يعدوا هنكسب. وسبحان الله ربنا اداك مكسب. وانت مش في احسن حالاتك، طب حافظ على المكسب. ثقافه يعني احفظ على المكسب دي لتاني مباراه على التوالي. اه طبعا دي سمة صن داونز، ما اعرفش نحسب على المكسب دي سمة اساسيه من كره القدم. صن داونز يعني فرقه تقيله وما فيش مش مطرودين ومقلقين، انما ده فريق مطرود منه واحد. والله لعيب الكوره الوقت الزياده في كره القدم الفريق المنافس مش هيشوف الكوره، مش هيشوفها، ومش هجري، مش هتعب نفسي انا، بس بالظبط هسلم من رجل للرجل من رجل للرجل، هضيع الوقت وانتهت على كده، هو هيزهق كمان. فرجاء النهارده درس قاسي شويه، لكن ملحوقه لسه بدري على الدوري. مهم اتمنى يبقى نفوق من بدري، انت داخل على مباريات ما فيهاش تهريج، ما ينفعش اضيع حاجه، وما ينفعش يبقى روحي مش كده، ما ينفعش تركيزي مش كده، لازم روحك وادائك وتركيزك وشراستك لعيب النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي ليه صفات كده
مش اي حد بلاقيه بنادي الاهلي. التيشيرت بتاع النادي الاهلي ده دايما يقول كلمه، مش اي حد يلبس التيشيرت ده لانه ليه صفات خاصه. فارجو النهارده نتعلم الدرس، درس خاص جدا، لكن المره الثانيه على التوالي بقولها نعتز جمهور النادي الاهلي والجمهور اللي حضر النهارده، وان شاء الله ربنا يعني كويسه جت في الدوري، ربنا يكرم ان شاء الله ونخش المباريات القادمه باسم النادي الاهلي.